ما هو المقال؟ المقال هو قالب نثري بيعرض فيه موضوع عرضا منطقيا مترابطا، يوضح فكرة الكاتب ثم ينقلها إلى القارئ بصورة مؤثرة، وكان عند بعض الأدباء قالبا فنيا منذ عصر اليونان. ارتبطت نشأة المقال في العصر الحديث بالصحافة، ولكن لم يكن منشأه مع الصحافة، قد عرف المقال قبل اختراع الطباعة بقرون طويلة. هل أثرت الصحافة في تطور المقال؟ نعم، أثرت الصحافة في تطور المقال، ولكن ليس في نشأته، لأن المقال عرف قبل اختراع الطباعة بقرون طويلة. ما دور الصحافة في رقي المقال؟ وصلت الصحافة بالمقال إلى درجة عالية من التركيز والدقة وحسن العرض مع سلاسة اللغة وسلاسة الصياغة. تعددت أنواع المقال من حيث مجالاته ووسائل نشره وأسلوبه. تعددت مجالاته بين دينية واجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية، كما تعددت وسائل نشره في الصحف والمجلات، وتنوع أسلوبه بين العلمي والأدبي والعلمي المتأدب. استجاب المقال لظروف العصر السائد في المجتمع، حيث تكسر المقالات السياسية مع الصراع السياسي، وتكسر المقالات الاجتماعية مع الحاجة إلى الإصلاح الاجتماعي، وقد ازدهر فيه المقال. فلا تخلو الصحف من مقالات تعرض مشكلات المجتمع وتقدم علاجا لها وتعبر عن آمال المجتمع وآلامه. وبرع كثيرا من الكتاب في كتابة المقال في الصحف، ولذلك كان للصحافة دور كبير في نهضة المقال. ومن نماذج الكتاب الذين برعوا في فن المقال العقاد في كتابه الفصول، المازني في حصاد الهشيم، طه حسين في كتابه حديث الأربعاء، مصطفى صادق الرافعي في كتابه وحي القلم، وأحمد أمين في كتابه فيض الخاطر، ومحمد مندور في كتابه نماذج بشرية وغيرهم. كيف أثرت اللغة في الصحافة؟ أثرت اللغة العربية في الصحافة عن طريق المقال وتأثرت به، فدفع المقال اللغة العربية إلى الوضوح والتركيز. وكان من كتاب المقال من رجال الأدب والفكر أحمد لطفي السيد وطه حسين ومحمد حسين هيكل والعقاد والمزني ومصطفى صادق الرافعي. كيف ارتفع هؤلاء الكتاب بالمقال؟ ارتفع هؤلاء الكتاب بالمقال لأنهم جمعوا بين الثقافة العربية الأصيلة والثقافة الأجنبية الوافدة، وقصدوا بذلك إلى التحليل، دقة التعبير، وضوح الفكرة. ما أنواع المقال؟ ينقسم المقال من حيث الشكل إلى مقال قصير ومقال طويل. المقال القصير هو الذي يتناول فيه الكاتب فكرة واحدة، بتعرض هذه الفكرة بطريقة مركزة وشائقة وبأسلوب واضح وعبارات سهلة. يختار الكاتب لمقاله القصير عنوانا ثابتا، مثل فكرة لمصطفى أمين، صندوق الدنيا لأحمد بهجت، مواقف لأنيس منصور، ومجرد رأي لصلاح منتصر. أهم ما يعرضه المقال القصير الجوانب في الحياة الاجتماعية أو السياسية أو الدينية أو الاقتصادية. وللمجال المقال القصير أسماء أخرى مثل العمود الصحفي أو الخاطرة الصحفية. المقال الطويل هو الذي يتراوح بين صفحتين إلى 10 صفحات، ويعرض موضوعا عرضا شيقا بلغة سهلة وواضحة. على ما يعتمد المقال الطويل ومن أهم كتابه؟ يعتمد المقال الطويل على الإقناع والإمتاع، ومن أهم كتابه طه حسين وأحمد أمين وغيرهم. كيف تؤثر ثقافة الكاتب على المقال؟ تؤثر ثقافة الكاتب على المقال حيث يختلف المقال بحسب طبيعة موضوعه وشخصية كاتبه وثقافته، ويتفاوت الكتاب من ناحية العمق والسطحية والفكر الخصب أو الأفق الضيق والميل إلى الإيجاز والإطناب وامتلاك المقدرة اللغوية. ما أنواع المقال من حيث المضمون أي المحتوى؟ من حيث المضمون هو مقال تصويري، ما
مقال فلسفي، مقال نزالي. المقال التصويري يقوم فيه الكاتب برسم صورة لشخصية ما يبرز فيها محاسن أو عيوب هذه الشخصية، مثل مقال الشيخ عبد العزيز البشري الذي كان يرسم فيه صورة قلمية ونشرها في مجلة السياسة الأسبوعية. المقال الفلسفي ظهر هذا النوع كفن قائم بذاته وليس جزءا من التحرير الصحفي، ومن أبرز كتابه الدكتور زكي نجيب محمود. المقال النزالي ويمثل المعارك الأدبية والفكرية التي صارت بين العقاد والرافعي، وكذلك في مقالات طه حسين التي هاجم فيها أنصار القديم المتجمدين. أنواع المقال من حيث الأسلوب: مقال أدبي ومقال علمي متأدب. المقال الأدبي بيتألق فيه الكاتب في اختيار عباراته وجمال أسلوبه ومزج الفكر بالإحساس واستخدام الخيال، ومن أبرز كتابه أحمد حسن الزيات، كما يتجلى في مقالاته الأسبوعية في مجلة الرسالة والتي جمعها في كتابه وحي الرسالة بأجزائه الأربعة. المقال العلمي المتأدب ويعتمد فيه الكاتب على إبراز الحقائق في صورة جذابة، ويتميز بالدقة والموضوعية في صياغة الجملة كما في مقالات الدكتور أحمد زكي. هل للمقال خصائص؟ نعم، هناك خصائص عامة تتحقق في كل المقالات، منها الإقناع، العرض الشيق، القصر، النثرية أي أن المقال نثر لا شعر، الذاتية، وبمعنى الذاتية هو حيث تلمح في أسلوب الكاتب جزء من شخصيته، تنوع أسلوبه، وضوح الأسلوب وقوته وجماله.